المحاضرة الخامسة الـ Convolution and Correlation. نأخذ اليوم الـ Convolution and Correlations. بالمحاضرات السابقة بينا أنه شلون نقدر السيستم Linear Time Invariant System شلون اقدر اخذ الامبولس ريسبوند ادخل امبولس سيجنال واطلع الامبولس ريسبوند فلنعرف من نعرف ال h of n ما سيستم معين نقدر باستخدام الكونفوليوشن اعرف الاوتبوت مال هذا السيستم لاي سيجنال تدخل يعني مجرد اعرف ال h of n الامبولس ريسبوند مال هذا السيستم انطيني الانبوت اي انبوت x of n اسوي convolution تطلع لي الناتج مال هذا الانبوت سيجنال اذا دخلك على السيستم فهذه فائده convolution So convolution and correlation. Convolution is a mathematical way of combining two signals to form a third signal. اللي هي نسوي combine the input signal with the impulse response signal فيطلع لي third signal هي the output. So convolution is important because it relates the three signals of interest. ثلاث signals اللي تهمنا انهم منو الانبوت سيجنال الاوتبوت سيجنال والامبولس ريسبونس انطيني انبوت سيجنال وانطيني امبولس ريسبونس للسيستم اقدر اطلع الاوتبوت سيجنال سو صوتك كان رايح استوى ولا رجع طلاب بعد اللي يريد يتكلم ارجو انه ريز هاند تستخدم ريز هاند خاصة أثناء الشرح إذا أنا موجه سؤال أو فشي أرجو إنه ريز هاند حتى أوقف الشرح وأسمح للتكلم آسف So convolution is a method which described in a relation between the input linear time invariant system xn with output مثل ما قلنا linear time invariant system اللي هو discrete system لو نعرف الامبولس ريسبوند مالته already نعرف we know this so a signal a input signal x of n a discrete input signal الاوتبوت هو y of n مفروض فانا مجرد اعرف شنو هذا الانبوت ريسبوند مال هذا السيستم وانطيني الانبوت سيجنال يطلع الاوتبوت مال هذا السيستم فمثل ما وضحنا انه اي لينير تايم انفاري سيستم اذا اكو عندي discrete سيجنال اكس ان فالمفروض الاوتبوت واي اوف ان فلكل عن طريق الكونفوليوشن لكل ديسكريت انبوت اكس اوف ان اقدر اعرف ال y of n اذا عرفت ال impulse response h of n اسوي convolution بين x of n وال h of n تطلع لي ال output y of n ناخذ مثال بس قبل ما ناخذ المثال نخليها بال convolution ك equation نشوف شلون تنكتب ال equation the convolution formula used to determine the output of a linear time invariant system to any given arbitrary input signal هي y of n يعني output مال السيستم هذا output y of n هو sum لل x of k هاي input signal x of k ويا impulse response ل h of n ناقص k للسيستم هاي مو h of n فأريد h of n ناقص k
فاثنين عندي موجودات، مجرد اسوي سم للمولتيبليكيشن مال ذني. الكونفوليوشن لينث مالته ان1 وان2 ناقص 1، ان1 زائد ان2 ناقص 1. اذا تو سيجنالز ذني نسوي الكونفوليوشن هي طولها ان1 وان2. ناخذ مثال للكونفوليوشن، مثال جدا سهل، ونحله بهذه الطريقه بهذه الايكويشن. اكزامبل، اكو عندي في السيستم الامبولس ريسبونس مال هذا اللينير تايم انفيرنت سيستم هو اتش اوف ان 1 2 3. يعني انا عندي سيستم الامبولس ريسبونس مالته هو، شوف هذا السهم يعني الزيرو، الزيرو لما اكس ان يكون زيرو 2، وهنا الماينس 1 واحد، وهنا 2. هذا الاكس الاتش اوف ان، هذا الامبلس ريسبونس، هذا هو الاتش اوف ان لهذا السيستم. يعني انا عندي سيستم معين لينير تايم انفيرينت سيستم، هذا هو الامبلس ريسبونس مالته. يجيني اكس اوف ان انبوت اليه، اوتبوت واي اوف ان. إذا أنا أعرف إنه الإمبوس ريسبونس مع السيستم هذا هو هذي، أشوفه يعني دخلت لهذا السيستم، دخلت الإمبوس تطلع لي هذا الأوت. إذا بس مجرد أعرف تنطيني أي إمبوت سيجنال أقدر أسوي كونفوليوشن أطلع الواي كونفوليوشن وإذا أشوفه. So so I will determine the response of the system to input سيجنال. هاي الانبوت سيجنال اكس اوف ان هي 2 ماينس 3 1، بس منين يبدا الروت؟ من الزيرو، الزيرو هنا في الانبوت مالتنا، سوري هي عبارة عن 2 2 و ماينس 3 وواحد، هذا الانبوت. اريد الواي اوف ان. ف يوزنج ديترماين ذا ريسبونس لهاي الانبوت باستخدام الكونفوليوشن سم. بدنا نستخدم الكونفوليوشن سم اللي بهذه الطريقه موجود. راح نطلع y of 0 y of 1 y of 2 y of 3 وهكذا y of minus 1. then الحل the graphical representation of a convolution is traced in figure 1. بس figure 1 هذا نمثله تمثيل كرسم. راح نقول نبدي من البداية. أول شيء احنا قلنا sum، هذه هو عبارة عن الرسم، يعني هذا h of n هذا، وهذا x of n هذا الانبوت اللي هو هذا الرسم. convolution شلون؟ لكل، خليني امسح هذه، تمام. لكل مثلا اطلع اول واحد h of n، وقلنا هنا بالمعادلة نبدي x of k مرة ال k، نبدأ من الماينس للبوزيتيف، فمثلا x of 0 اوكي ينضرب في h of n ناقص 0، و 0 ينضرب في h of n ناقص 0، وهذا x of 0 في h n ناقص 0. عندنا x of 1 في h of n ناقص 1، x of 2 في h of n ناقص 2، وهكذا. هذه هي x of 0 في h of n ناقص 0، فتطلع لي 2
في اتش اوف ان، نفس الاتش اوف ان بس نضربه في 2 مضاعف يعني. هنا طلع لي ماينس 3 مضروب في ماينس 3، بس شنو؟ اشفت الاتش اوف ان اليمين 1 سيجنال، نفس هاي السيجنال اشفتها اليمين مضروب في ماينس 3. الثالثة اتش اوف 2 في اتش اوف ان ناقص 1، وهي اتش اوف ان ناقص 2، يعني هاي نفس الاتش بس مشفتها اليمين 2، فنفسها تشفت اليمين. بعدين تسوي السام، نجمع سام تطلع لي هذه. زين، لو تشوفون هذه الإيكويجن لو تسويها، هو السام ل x of k في h of n ناقص k، ترجع تجمع يعني السام، تنجمع هذه هذه هذه، لو سويها السام جمع تطلع لي هذا السيجنال، وهذا هو الاوتبوت y of n. اكو سؤال هنا واضح؟ تفهمين هذه؟ يعني اريد اتاكد انه مفتهمين حتى من نعطيكم الكوز، كوز ابو 5 دقائق. حسام الدين صوتك ناصي. حسام الدين. نعم نعم لا زملائك دا يحكون واضح الصوت. شنو الصوت؟ شو عليه بالنت؟ صوتك ناصي، مو انت صوتك، انت الميكروفون عندك. حسين علي يوسف حيدر محمد يوسف حيدر نور حسين نور حسين علي أروى عفيف منو؟ صحت ثلاث اسماء. شلون؟ انت صحت اسمي؟ ايه اسمك شنو؟ ما طلع اروع فيه. اروع فيه، اوكي. من دا يسمعني منكم؟
ايه؟